للبعد. ان شاء الله. لكن الانسان كتله من المشاعر ولا بد انه أكيد. لكل شيء حيز يعني. ان شاء الله. بما انه احنا على طار الموت، فارقت انسان عزيز عليك، مريت بتجربه خلتك بحاله نفسيه جدا سيئه، او تركت هذا الشعور اللي دائما تحس بيه بالنقص؟ يعني ما بما انه انت اكثر قصائدك عن تجربه شخصيه. والله الحقيقه يعني هو كان أسوأ تاريخ يعني دونته بحياتي، و 2/7 يعني ما عبرنا بعدنا تقريبا، خسرنا يعني أحد أقرب الأصدقاء في هذا الشهر، يعني ما صار له كم يوم. نعم يعني خسرنا أحد أقرب الأصدقاء. نعم الشهيد موسى صلاح. نعم الله يرحمه، روح الرحمة. الله يرحمه، الله يرحمه ويصبر أهله يا رب. أي ف موسى صديق مخلص وصدوق، إنسان رائع جدا بمعنى الكلمة. نعم موسى يعني كثير إنسان رائع جدا، يعني قدم كل الحب، قدم كل شيء بحب. نعم كان مهتم بأنه لابد أن تكون أكو عدالة يعني بالمجتمع. أنا كسرني الموضوع جدا، يعني هذا انكسار كبير جدا. ما أعرف موسى يعني. كان من أعز أصحابك مرتضى؟ رقم واحد تقريبا كان يعني. نعم أي. الله يرحمه. لكن خسرناه على وكيت واستعجل بالطريقة المبكرة حقيقة يعني. نعم أي. الصديق كنز مو صح. نحتاجه بكل بكل ظرف وبكل نعم. أزمة. نعم. يمكن نطيح ليش قلبته هيك حزن؟ ليش قلبته هيك حزن؟ الصديق مثل أخوك، لكن اللي ما ولدته أمه. صح. نعم. أي ما نمنا أمس. ما أريد أشوف دموعه ولا أريد أذكرك. ولا دموع. ما لا إن شاء الله ماكو دموع إن شاء الله. هو يعني الوطن يحتاج تضحياته. طبعاً أكيد. ما نمنا أمس نحصل خسارات. الله. أي. وخلصنا الأصابع ندم وحساب، فاتحتك وقفت بعصة مسنود، أجل قبرك مناير وارجع تراب. وملامحنا غريبة تشوف هالناس، ما خلى ملامح بينا الانقاب. اشتدق يا باب وتصح يمهم تخيل، التدق بابا يخاف يفك لك الباب. وما حد كضدينا ونعبر الليل، تاخذنا وتودينا الكوابيس. بوقت كلف الليالي تصيح وتعيل، ورماي المصايب لابد يجيس. ونين عليك مجيد المهاويل، وتحط وني وتحط لك ناعي وتقيس. عفتني بلا ما تنبي اخفى بالضيج، بعد ما بي احط جفني على عيني. الك بي حنين النايل الهور، وانا بشاربك لازم تجيني. تعال متان اشوفك لازم الباب، اذا عمرك قضت ناوش سنيني. تعال اخفى على متن القاع تاذيك، خشنا القاع وانا حضيني دافي. اقعد جا صدق ظني اضغافي، وتبلى الهدمي مو بس الجفافي. فزيت الصبح ملهوف مشتاق، وركضت بلاوع مفزوع حافي. سلامتكم. الرحمة والغفران لموسى، الشهيد موسى صلاح. الله يرحمه يا رب. واحد من أحبتنا. صبر أهله. الله يرحم كل شهدائنا يا رب، كل شهداء العراق اللي ضحوا بنفسهم واللي ضحوا بدمهم، حتى احنا اليوم قاعدين بهذا المكان، وحتى الكل قاعد يشوفنا ويتابعنا. الرحمة والمغفرة لكل شهداء العراق، وأيضا الصبر والسلوان إلك ولكل ذوي الشهيد وأيضا الشهداء بصورة عامة.